السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا رجعت لكم تاني من جديد إن شاء الله باش نوريكم جميع المنتوجات اللي كنشري، باش نحاول نتفادى جميع المنتوجات اللي هي كتجي من فرنسا. ولحد هاد الساعة يعني حتى عليه ما بقيتش كنمشي ليها، لأن بزاف المنتوجات كنشوف جاي من فرنسا. يعني كنتلف في العود فاش نمشي على واحد 15 دقيقة ناخد دوك لي كورس تاعي وداكشي، كنمشي خصك واحد الساعة باش يلاه كتقرا، باش خصك دي لونات باش تشوف، لأن الكتبة كتكون بعض المرات صغيرة. اذا اليوم غندير معكم واحد شويه، نبين لكم هادشي اللي شريت. هاد الحوت هذا، هاد الستيك هذا، ملي جيت كنشوف هادو تاع المانيا. اذا بالنسبه لهادو ماشي مشكله، هادو جايين من المانيا. شوف الستيكات باقي كاينه فيها هنا، هاي هنا جاي من المانيا، اذا ماشي مشكله. هذا قبل عندي هاد الحليب نيدو، هذا شريته من واحد المكازا ترك. يعني بالنسبه لي انا ماشي مشكله، هذا ماشي تاع ليدل ولا تاع سميتو، ولكن مازال كنحقق في هادشي. الا كانت شي حاجه فيها فرنسا ولا سميتو كلشي غادي يتحيد. المهم هذا نيدو، حليب نيدو. شريت هاد كريم فريش، كنشري هاد الصغار هادو، هادو كنت فايتة شريتهم من ليدل باقيين عندي فاسميتو. وشريت واحد اخرى، زدت كانوا عندي واحد جوج وزدت واحد اخرى. هذا تاع المانيا، اذا هذا مزيان، غادي نقص شويه باش ندير البلاصه. هذا الزيتون الكحل، هذا شريته من عند واحد المكازه تاع الترك. يعني الزيتون الكحل مطحون، بحال اللي بيديرو مثلا في الحرشه، ولا بيدير سميتو شي يديرو في ساندويش ولا في شي حاجه زوينه. هذا أداة تاع الترك ماشي تاع فرنسا. ماسكاربوني كنعرفوه بأنه تاع إيطاليا. شريت هاد الزيتون الكحل، هذا شريته من عند الترك، هذا تاع الترك. شريت هذا داك سميتو لي زاسبارج، نشوف الأصل تاعه، نشوف معاكم الأصل تاعه منين. تاع بيرو، هايدين اللي كاتبان لكم هنايا سميتو تاع بيرو ماشي تاع فرنسا، بيرو. هذا العسل تاع هولاند اند بارت، هاد العسل زوين هذا صراحة، اللي كان سميتو كنصح بيه تاع لوكاليبتوس، زوين بزاف هذا. هاد البن كتعرفوا بأنه منتوج تاع تاعنا حنايا، هذا ماشي مشكله، يعني ماشي تاع فرنسا، ما عندها ما دير بالبن، كيحملوش اصلا. عندك هاد الطوماط، هادو ماشي تاع فرنسا، تاع ايطاليا. هانتوما، ولكن انا كاتبه لي فرنسا، اذا هذا خصني نحيدو. ايطاليا لي هنايا في برودو، يعني في برودوسير ان ايطاليا، هذا تصنع في ايطاليا، لكن جاي من فرنسا ما نعرفش. اذا هذا ما عندي ما ندير به، تا غادي نحيد المي اكوتي. عندك هذا الزيت، زيت الوزاني، هذه بطبيعه الحال زيت المغرب. يعني هذه هي اول حاجه خصنا نشريوها، يعني بالنسبه لنا حنايا كمغاربه، هادي الزيت 100% مغربية. هاهي ماروكو، إذا جاية من المغرب هاد الزيت. هادي زوينة بزاف، هاد زيت الوزانية إلا لقيتوها شريوها. كدير 6.95 ولا مارت 99، يعني 7 أورو، نقول 70 درهم في المغرب. مزيانة بزاف حتى في المذاق تاعها زوينة. عندك هاد الحليب، هذا شريته من ديك واحد المكازا تركيا. هاد التون هذا جاي من سميتو، فهذا ما كانش ما شريتوش دابا، كان عندي من امتى، ولكن ملي جيت نقرا يعني ما كاينلاش اللحوت، يبان ليا جاي من 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 المانيا تنظن. هذا كنظن المانيا، خصني نشوف.
هذا تاع المانيا، عندك هادو بجوج برودوي تاع المانيا. ماشي مشكل، كناخد هذا الدقيق هذا بان دو كومباني، هذا واحد داك لو بانوار تيكون زوين في مخلط، يعني بحال داك القمح الكامل، تيكون ديك النخالة تاعو غليظة وزوين، يعني العجنتي كتكون هما كيديرو بيه داك لي بان لي ترونش، ولكن انا كنعجنو بالطريقة تاعنا حنا المغربي، كيجي على مزيان. الا درتيه في الفران كيجي زوين. هذا واحد الكونفيتور شريته من المكازا تاع الترك، هذا زوين بزاف، فيه 26 فاصله شي حاجه تاع 27.88 طنطن تاع السكر، يعني بالنسبه للسكر فيه قليل بزاف، وبالنسبه للمذاق تاعو حامض، كتغلب عليه الحموضيه على السكر، يعني الناس اللي فيهم سكر وكياكلوا غير تنقصوا حاولوا ينقصوا منه، هذا يقدروا مره مره ياخذوا. هذا زوين بزاف سلايفه، ما عرفتش هذا ما عرفش الاصل تاعو، ولكن ماشي فرنسا، قلبت ما لقيتش اسمه، مكتوبه فيه هنا نيدرلاند، يعني هولندا، كنظن هذا تاع هولندا، ولكن المذاق غزال، المذاق تاعو زوين. هذا ديك لاريكو فيغ، هذا تاع هو ماشي تاع فرنسا، حتى هادشي انا قاع قريتو في المكازا عاد جبتوني، كنظن شوف تاع فرنسا، وي تاع فرنسا، هذا ليد فرنسا. اذا هذا ابار ما عندي ما ندير به. عندكم هاد الكسكسو، هذا الكسكسو هذا هذا لقيتوه، كاين في تيكون في ديك المكازا كاروفور الصغار ديك جيبيي، ولكن هذا تاع ايطاليا، هذا فايده شريتو لان فايده هزيت منه، ولكن دابا حاليا مبقيتش كنمشي كاع دوك كاروفور، مكازا كاروفور كلهم مبقيتش كنمشي، ليدل تا هو مبقيتش كنمشي ليه شي سيمانه هادي، صافي قطعت، وكاع لي برودوي اللي شريت منو اغلب لقيتهم تاع فرنسا، يعني خسرت بزاف. هذا بيولوجي، هذا تيجي من ايطاليا، ما نعرفش واش كاين فيه منين جاي، سميتو مكتوبه في هذا ولا كولتور ايطاليان، هذا تاع ايطاليا. هذا الحليب، هذا الحليب كاليتي زوين، هذا فيربال، هذا تاع تيكون في بلجيكا وتيكون في سميتها في لوكسمبورغ، كاليتي لقيتو زوين. هذا عندكم هذا المشمش، هذا سميتو يبس، هذا زوين، هذا شريتو من عند الترك. المهم هادو هما لي بواط، هذا جو دورونج، هاد جو دورونج هذا محلي هنايا فاسميت، ماشي تاع فرنسا هذا، يعني بالنسبة لي أنا كاع الحاجة اللي ما فيهاش فرنسا راه هي ربح ليا، يعني أنا خسرنا بزاف صراحة، كاع الحاجة اللي عندك في الدار وفيها فرنسا خصك تلوحها. المهم غادي نحقق، إلا كان تاع فرنسا ما عندي ما ندير به، اكوتي تا هو لان باش نضيع الوقت بزاف نبقى نشوف. اذا بالنسبه ليا لهنايا نزيد نهضر لكم على هاد الكنافه، الكنافه هادي تاع سميتو، هادي تاع لي كريك، هادي لا بيتو ندير لكم شي مره ان شاء الله سميتو، الا بغيتو ندير لكم ديك الغوسيت تاع كيف كتكون بالفروماج وهذا، خليو لي تعليقاتكم وغنديرها ان شاء الله. هادي زوينه، هادي اورو 99، ولكن هادي كريك، يعني 100% كريك، زوينه الكاليتي تاعها زوينه، واخا ورخيصه ماشي غاليه بزاف. هذا دا فروماج، هذا فروماج فيتا، هذا فات كان عندي تاع ليدل كي شريته، ولكن هذا راه عندي في الفريكو حيت خرجته تا هو كنشوف، لان خلطت كاع المقضيه اللي شريت مع المقضيه اللي كانت عندي باش نحاول ندير كاع الحاجه اللي ما نفعانيش نحيدها. هذا الفيتا هذا ديجا غريك ماشي تاع سميتو، هاد صوص طوماط هادي تاع ايطاليا، عندي هاد الورقة، هاد الورقة كتعرفوها بان هادي 100% غريك، تركيا، عندي لافوان، هادي كندير بها بعض المرات شي سوب ولا شي سميتو، ولا كنمل في العجينة كنكرس بها، ولا هادا كدير بها شي غريبة، كتقدر حتى في الغريبة كتجي زوينة. عندي القرنفل، القرنفل مهم بزاف، زعما الإنسان لي زعما قدر عليه عاد يقدر يديرو في الماء دائما ويشربو زوين بزاف. أنا كندير تنقبت الماء وكنعصر الحامض
وكندير فيه قرنفل شي 4 ولا 5، زوين بزاف صراحة، كيبقى وكيعطي واحد سميتو لا مرة مرة لا درت ديك كافي هكذا قهوة سميتو كنلح فيها قرنفل واحد جوج ولا 3، كتبقى ديك المذاق تاعها زوين. هادي بطبيعة الحال السميدة اللي شريت، لأن هاديك السميدة اللي سميتو شفتها جاية من فرنسا، شريت هاد ميمونة، هادي كتكون عند لي ماكازان في الترك، في التركي لأن كيجي بزاف في الترك كيجيبو دوك لي برودوي تاع المغرب. هادي الحلبة، هادي حليتها زيت منها واحد شوية، هادي الحلبة كنصح بها أي واحد صراحة، يعني مرة مرة كنهز واحد شوية، واحد الحفينة صغيرة في ديك 10 الحبات ولا حتى 20 وحدة، وكنديرهم في سميتو وكنشرب الماء عليهم، زوينين بزاف. حتى الوجه كيعطي واحد اللون زوين صراحة، كيعطي وكداك الدم في الوجه كيبان. مرة مرة كنديرها بحال دابا ديك سميتو الرفيسة عندنا حنا في المغرب وسميتو، كنديرو فيها هادي، مرة مرة كنديرها فيها. عندي هاد الدقيق هذا تاع ألمانيا تاع القمح، عندي هاد التفاح، التفاح تاع هو ماشي تاع فرنسا، شريتو من عند الترك. عندي هاد اللوز هذا تاع إسبانيا، تاع إسبانيا تقريبا. الاسبانية لان مكتوب بزاف في اللغات مكتعرفش تعرف الصوت منين جا. من عندي سولت انا في المجازة قال لي تاع اسبانيا ولكن ما نعرفش. المهم هذا تاع اسبانيا، هذا ما فيهش كاع فرنساوي اسمه. عندك هادي موتزاريلا، هادي جاية هادي تاع ايطاليا معروفة. هادي هادي كتكون جاية من إيطاليا ولا ألمانيا كنظن، المهم من إيطاليا. أنا ملي سولت يقولي ألمانيا، سميتها إيطاليا. إذا هادي ماشي مشكل، مكنديروهاش بزاف كاع. هادو جوج تاع فاني لي بغا يدير شي ديسير ولا سميتو تاع الترك، شوكولاتة ولا فاني. ندوز معكم ان شاء الله الفيديو الثاني باش ما نطولش عليكم. يلا الى اللقاء.